ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. جندت جبهة البوليزاريو عشرات الأطفال القاصرين في صفوف ميليشياتها العسكرية، ولم تجد حرجا في أن تستعرضهم أمام أعين المنظمات الدولية بمناسبة احتفالاتها بذكرى تأسيسها. ويظهر من فيديوهات نشرها صحراويون من داخل المخيمات كيف ارتدى هؤلاء القاصرين الذين لا يتجاوز الأكبر فيهم 15 سنة أزياء عسكرية لتقديم عرض عسكري في أفق أن يحملوا السلاح ويتلقوا تكوينا محرضا ضد المغرب كما دأبت الجبهة على فعله. وقد استنفر هذا الاستعراض نشطاء من داخل الجبهة حيث عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم وطالبوا بتدخل المنظمات الدولية. ووجدت قيادة الجبهة نفسها في موقف محرج حيث تحولت الاحتفالات بذكرى تأسيس الجبهة الانفصالية إلى احتجاجات عبر من خلالها التندوفيون عن غضبهم من القيادة أمام مرأى رئيسها إبراهيم غالي وجنرالاته، وهو ما دفع بالميليشيات المسلحة إلى التدخل بقوة ضد المتظاهرين حيث عرفت المظاهرات أحداث عنف واعتداء في حق المتظاهرين. جبهة لبناء عين الحكومة الصهيونية نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.